وفيديو بيرسخ فكره اللعب على الصوره الذهنيه للاعبين الموجودين على الساحه. شوفوا النادي الاهلي بينهي مع لاعبيه ازاي. اوعى تروح للنادي الاهلي لما تكون نجم، روح لنادي تاني عشان تنهي بشكل كويس. الغريب ان الكابتن رضا نفسه، خلينا نشوف بس الاول فيديو الكابتن رضا ونرجع معاكم. بعد اللي حصل لحسام عاشور وحسام غالي وانا لسه مصر وعماد متعب، لازم يفكر اي حد هيجدد في النادي الاهلي الفتره اللي جايه هيفكر مليون في الميه. انما وليد سليمان عشان ان هو فعلا بيفنش واخر مده له فراضي 11. وضوح، اي لاعب هيجدد في الفتره الجايه لازم ياخد باله، خدوا بالكم العبره. اي لاعب هيتفاوض مع النادي الاهلي لازم ياخد باله. هو ده اللعب، هو ده الضغط، هو ده الشغل اللي بيحصل على فكره نهايات اللاعبين. والناس بتنسى تماما ان الكره احترافيه وان في عمر افتراضي للاعب، وفي النهايه اللاعب بينتهي بشكل ما مكرم داخل النادي الاهلي، ولكن برضه انت بتشوف سلبيات معينه. انت هتستبعد خالص فكره التكريم اللي بيحصل للاعبين، انت هتركز على سلبيات معينه. طبعا استعرضنا ان الكابتن عبد الواحد السيد اتكلم عن حسام غالي، لكن اعتقد عندنا كلام كتير في الرد على الكابتن رضا عبد العال فارس. اكيد احمد، ما هو انت مش هتتساب تنخور في الحته دي، واحنا مش هنسيب الصوره الذهنيه فعلا تتحول عن النادي الاهلي وهنرجع نقول اصل اللاعبين دول بس كويسين. لا، احنا كمان هنجيب لك علاقتك بغض النظر عن تقييمنا ليها، بس هنقول لك شوف الصوره كامله. نسمع بقى او نشوف الفيديو ده لكابتن حسام غالي في المؤتمر الخاص بيه كان بيقول ايه. سبب رئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي انا فيه دلوقتي، في اللي انا وصلت له، العلاقه بيني وبين جمهور النادي الاهلي علاقه ما تتوصفش. دي من اهم حاجه وصلت لها برده في تاريخي، او اهم انجازات اتحققت لي في مشواري الكروي سواء هنا في مصر او بره مصر. الحقيقه عايز اشكر النادي الاهلي تاني تاني على حاجات، يعني حاجتين بالاخص. اول حاجه اداني الفرصه ان انا انهي حياتي ومشواري جوه جدران النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، ودي كانت امنيه من امنيات حياتي يعني، فبشكره. بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب على اعطائي هذه الفرصه يعني ان انا اختم حياتي هنا. تاني حاجه اقامه مباراه اعتزال، ان انا ابقى قادر اودع جمهور نادي الاهلي من خلالها ان شاء الله تقام في الامارات. وانا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي، طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. هنا عايز ارتاح خلاص، مش قادر. أنا الوحيد اللي كنت أقدر أقول إمتى أطلع من الملعب وإمتى أبقى قادر أكمل. كابتن الخطيب أهون، الجهاز الطبي بيستلموا ميدالياتهم. الحمد لله على سلامة الكابتن محمود الخطيب بعد العملية الجراحية اللي كان أجراها في ألمانيا، وبإذن الله تعالى يعني يعود أفضل مما كان بكل الصحة. مين اتعمل له في آخر 10 سنين أو أكتر وداع لائق بالشكل ده؟ هو ده كابتن حسام غالي يا كابتن رضا، هو ده كابتن حسام غالي يا كابتن أيمن، هي دي الصورة اللي اللاعبين بيخرج بيهم من النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي انتوا بتحاولوا تخلونا ننساه ومش هننساه، وهنفكر الناس بيه ومش هتضحكوا على حد، والناس مش هتصدق وهتتكلموا تاني، هنرد تاني وتالت ورابع. هو ده حسام غالي وهو ده النادي الأهلي وهو ده الوداع اللي يليق بالنادي الأهلي، والاجتزاء مش هتقدروا تعملوه، وهو ده الخروج من الباب الكبير. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا فارس، يعني شفت حتى المعلق وهو بيعلق على تسليم الميداليات قال ايه؟ الكابتن محمود الخطيب بعد العمليه الجراحيه، رئيس النادي الاهلي، اسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيطلع من عمليه جراحيه، كان ممكن يقول انا تعبان مش هقدر، لا بيحضر حفل التكريم عشان يسلم الكابتن حسام غالي ميداليه التكريم، ويكون في المشهد الختامي لأهم مشهد للاعب كرة قدم بينها حياته. وده اللي اترد تاني في فترة الانتخابات. الكابتن حسام غالي كان مسافر خارج مصر، نزل مخصوص وقت الانتخابات عشان يدعم الكابتن محمود الخطيب. لو حسام غالي يا جماعة أصلا نهى حياته بشكل مش سليم أو بشكل أحزن حسام غالي،
المشاهد دي مش هتشوفوها. خليت نتكلم في حتة على فكرة بقى، هو ده اللي كابتن محمود الخطيب الرمز والقيمة نفسه يشوف كابتن حسام عاشور فيه بالظبط. لكن ده المهم جدا، عملية جراحية وبيجي الكابتن محمود الخطيب كتقدير للاعب، واللاعب بعد خلاص ما اعتزل الكوره لو هو جواه اي مشكله من فكره نهايته كلاعب كره قدم ما كانش هيكلف نفسه وينزل ويدعم بمنتهى القوه الكابتن محمود الخطيب الرمز واسطوره النادي الاهلي. الكابتن عبد الواحد السيد قلنا كان بيتمنى ان هو يتكرم تكريم الكابتن حسام غالي يا كابتن رضا. اتكلمت ايضا عن الكابتن عماد متعب، ففي كابتن اخر من نادي الزمالك كان بيتمنى ان هو يتكرم تكريم الكابتن عماد متعب. نطلع نشوف فيديو الكابتن علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك. كانت مسؤولية عليا باستمرار، انا كنت واقف على حيلي بلغة الكورة، وديكستان لاخر لحظة عايزني اجدد. كانت ليا رغبة ان انا اعمل سنة واعلن، انا اعلن في وسط الموسم، وكان في حوار ضارب بيني وبين حد في الادارة على ما اعتقد. كانت رغبة ليا، ما كنتش محتاج من حد حاجة، ومش لا ماديات، وكنت ممكن نلعب السنة ببلاش. لعيب الكورة لما بيكبر في لعيب بيعتزل بمزاجه وفي لعيب بيعتزل غصب عنه. عبد الحليم علي أيهما؟ غصب عنه. زي عماد متعب؟ لا، غصب عني. أنا كنت عايز ألعب سنة، يعني أنا هم فاجئوني ان انا ما كنتش مهيئ. انت بره؟ انا ما كنتش مهيئ. يعني انا ما لازم انت بتلعب عمر شغلك في اي حته وعايز مدي اخوانه، مش مهيئ. انا ببطل كوره، بعتزل، حقي الطبيعي ان انا اعتزل حتى وجمهوري بيكرمني. وانا ببطل كوره، بعتزل بعد عمر كبير في انك بتلعب كوره. بتني ردهم عليك ايه؟ ايه كان ردهم عليك ايه؟ لا، واخدين قرار. مفيش ولا تكريم عندك؟ مفيش، ما تكرمناش. احد رموز لنادي الزمالك كابتن عبد الحليم علي، هداف تاريخي لنادي الزمالك، بيتمنى يلعب سنه ببلاش زي بالظبط الكابتن عبد الواحد السيد. جميل جدا من الاسئله الجميله للاستاذ مهيب، قال له زي عماد متعب؟ قال له لا مش زي عماد متعب، ده الكابتن عبد الحليم علي اللي عارف يعني ايه نهايه وتكريم. كان يتمنى يكون زي الكابتن عماد متعب اللي كان اتجدد له سنه بدون نسبه مشاركه وبدون ضرائب وبدون حاجات كتير جدا كنوع من انواع التكريم. لكن في النهايه احنا بنجيب لكم لاعبين انهوا حياتهم في نادي الزمالك بطريقه كانوا يتمنوا انها تكون على طريقه نهايه اللاعبين الكبار مع النادي الاهلي. كابتن رضا، ما تخليش الامور الشخصيه تتدخل في فكره القرارات او الاراء. احمد، كابتن عبد الحليم علي رمز زملكاوي، وعلى فكره هو احيانا في الفتره المؤخره يعني شفته في بعض اللقاءات بيتم زقه في اتجاه ردود معينه، ولكن للامانه بحييه على ان هو ما بيروحش للسكه دي اطلاقا. بالعكس، اللي داء الظلم كابتن عبد الحليم علي تعرض لفتره حتى فيها هجوم عليه وطعن في توجهات خاصه معينه كانت ممكن تعرضه لمشاكل كبيره جدا، ودلوقتي كل الامور بتتغير. كابتن عبد الحليم علي ملوش ذنب، هو اللي تهاجم وهو دلوقتي اللي خد فرصته. في النهايه ما نقدرش نلومه، ولكن بنلوم ناس تانيه خالص هي اللي موقفها نقدر نوجه لها الكلام ده. ولكن كابتن عماد متعب اللي اتكلم عنه كابتن عبد الحليم علي بشكل كبير وكان شايف الامور بشكل موضوعي. على الجانب الاخر كابتن رضا عبد العال بيتناسى، هنشوف كابتن عماد متعب بيقول ايه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتي، والنادي الاهلي انا اتربيت فيه وعشت فيه، النادي الاهلي ليه فضل عليا من راسي لرجلي، النادي الاهلي هو سبب في ان انا موجود معاكم وموجود دلوقتي وبتكلم في التليفون دلوقتي، والعيشه اللي انا عايشها بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو ليه الفضل الكبير عليا، يمكن من حب الجمهور النادي الاهلي، حب في النادي الاهلي، يمكن انا اعتزلت وما رضيتش العب كره تاني. انا بيتي النادي الاهلي، واكتر حاجه بحبها في حياتي بعد اسرتي هو النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وهفضل احترم اعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. ولو اتكلمت في يوم من الايام على يوم ان انا كنت بلعب ولا ما بلعبش، ده ملوش علاقه بالنادي الاهلي خالص، ده ليه علاقه بشخص واحد مش بالنادي الاهلي. ولا تفكيري جه ان انا اقول ربع كلمه على النادي الاهلي، او ان انا اتكلم على اداره النادي الاهلي، او اتكلم عن النادي الاهلي، ما ينفعش ولا اقدر ولا ينفع اتكلم عن النادي الاهلي، لان ده بيتي، في حد يتكلم عن بيته؟ على فكره لما رحت التعاون السعودي النادي الاهلي هو اللي جاب لي العرض على فكره ان انا اخرج من النادي الاهلي. كابتن عماد متعب
هو ده الكلام اللي انا بحب اسمعه منه. كابتن عماد متعب ليه مكانه كبيره جدا عندنا، وعشان كده احيانا لما الكلام بيفسر بشكل مختلف ده اللي بيزعلنا. وهنا كابتن عماد متعب هو اللي بيرد، وكان رد مهم جدا ان هو يتقال في الوقت ده، لان احنا شفنا نفسنا ناس زي كابتن رضا استغلوا الكلام. كابتن عماد متعب من اكتر اللاعبين اللي النادي الاهلي كان طول الوقت باكب ليهم. لو شفنا نادي الاهلي وهو بيسيب الفرصه لعماد متعب يروح الاتحاد السعودي، كان العرض بمليون و800 الف دولار، نادي الاهلي خد منهم 600 الف دولار بس وساب الباقي للاعب. نادي التعاون كابتن عماد متعب حكى الواقع، وبرده ده هنا نادي الاتحاد السعودي، اتحاد جدة طبعا. عايزين نروح للخبر اللي بعده. النادي الاهلي المصري يعير عماد متعب التعاون رسميا. النادي الاهلي ما خدش اي قيمه للانتقال كنوع من التكريم برضه للاعب. هو ده حتى نستاندر دولياج لما حب يخوض تجربه احتراف عماد متعب راح وسافر وما حبش يكمل فيها لاسباب تخصه هناك، رجع تاني النادي الاهلي فتح له الباب وضم عماد متعب وقدره وما حصلش اي مشكله. يا جماعه والله العظيم النادي الاهلي بيحافظ على اي حد، وطول ما اي لاعب عايز يحافظ على النادي الاهلي النادي الاهلي هيحافظ عليه اكتر. وعشان كده ناخد بالنا، لان في ناس متربصين بينا، في اعلام بياخد اي كلمه عشان خاطر يزعل الجمهور، والجمهور بيبقى ليه عشم على اللاعبين اللي زي عماد متعب. عشان كده يا كابتن رضا لو حضرتك بتعتمد ان الناس مش هيبقى عندها ذاكره لان هي مش ماشيه في فيديوهات، احنا هنفكرك بالفيديوهات في كل مره عشان الحقيقه ما تضيعش وسط الغلوشه اللي بتحصل. والاهم زي ما احنا بنقول اراء كباتن النادي الزمالك. لا احنا مش بنرد، احنا بالعكس بنثني على اللاعبين بالعكس. لكن الحقيقه الكابتن زي ما الكابتن رضا ابو عيال اتكلم عن حسام، كابتن حسام غالي، واتكلم عن الكابتن عماد متعب، وشفنا النجوم نادي الزمالك تتمنى النهايات دي مع نادي الزمالك. لا كمان في لاعب المقارنه بين نهايته ونهايه او قرار او التفاوض اللي تم مع الكابتن حسام عاشور، الموقف اللي حصل. فنشوف الكابتن محمد ابراهيم قال ايه ونرجع تاني. البرتغال رجعت مره ثانيه، فبالتالي يعني كابتن الزمالك الحمد لله. شايف ان كانت تخلص بشكل احسن؟ المفروض على الاقل خالص كان يجيبك ويقعد معاك ويتكلم معاك، واحنا شايفين الفتره دي مثلا اللي انت تطلع والكلام اللي هو بالشكل مع ان اللي انا شايفه اللي بيحصل العكس. يعني مثلا ايه لو حصل مثلا الكلام ده في حته ثانيه تلاقيهم هم اللي بيطلعوا ينتقدوا، انتوا ازاي تعملوا كده وانتوا ازاي وانتوا زي ايه؟ اي موقف بيحصل في ناديه ثانيه هم بيطلعوا ينتقدوا. اللي ما ينفعش تعملوا كده مع الناس ومش انت ما انت يعني هخليني اكون افسر كلامك. يعني مثلا حسام عاشور حد مسؤول في الزمالك يطلع يقول ازاي الاهلي يمشي حسام عاشور بالطريقه دي؟ ده اللي انت تقصده؟ مثلا اقول لك مثلا يعني فانت من الاول من باب اولى تعمل كده، لكن اللي انت يبقى عندك لعيب وسنا صغير، وانا ماشي من الزمالك كان 27 سنه وسنا صغير وتمشيه بالاسلوب ده، دي حاجه ملهاش اي علاقه بالكوره. يعني كابتن محمد ابراهيم جماهير الزمالك كانت بتعول عليه حاجات كبيره جدا، الناس كانت بتقارنه بالكابتن محمد صلاح وبتقول ان هو حتى في الموهبه افضل من محمد صلاح، في النهايه هو عنده 27 سنه مشى بطريقه من غير ما يعرف، يعني مشوه كده وباعوه من غير ما يعرف واتجه لنادي المقصه، وموضوع محسوم جدا. حتى الاستاذ هاني حتحوت ساله يعني زي حسام عاشور؟ قال له مثلا اذا هو كان برضو شايف ان هو حسام عاشور التفاوض اللي تم معاه من النادي الاهلي من وجهه نظر الكابتن محمد ابراهيم تفاوض محترم. كده يا كابتن رضا جبنا لك ردود على حسام عاشور، الكابتن حسام عاشور والكابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب على لسان كباتن ونجوم زملكاويه. نتمنى تبقى واخد بالك ان اللي انت بتعمله احنا بنرد عليه صوت وصوره وموثق، واكيد الرساله دي هتوصل للاعبين. انت في النادي الاهلي تاكد هتلاقي احنا يمكن مش المدينه الفاضله، ولكن على الاقل احنا افضل المدن الموجوده على الساحه الكرويه. هنيجي لرد من كابتن ميدو مجمع بقى، كابتن حسام عاشور مع كابتن حسام غالي وطريقه رحيلهم من النادي الاهلي. نروح ونسمع كابتن احمد حسام ميدو قال ايه. لما نيجي نبص لمجلس اداره الاهلي، انا ببقى في حاجات انا ببقى سعيد بيها. لما اشوف النهارده مجلس اداره الاهلي بيجدد لحسام غالي وعماد متعب بارقام كبيره وبيستثنيهم من نسبه المشاركه، ده بيحسسني بالاحترام. بيحسسني ان 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 المؤسسه دي تستحق ان الناس تحترمها. ومش بقول كده طبعا رياق لحد، ولكن دي حقيقه. حقيقه يعني اتمنى ان كل مصر تبقى بتفكر كده. لما يكون لاعب او بني ادم صنع تاريخ واشتغل في مكان واخلص ليه بيستحق في نهايه مشواره ان هو يعامل بشكل جيد. ان هو ده الوقت اللي هو محتاج الريورد فيه، هو ده الوقت اللي هو محتاج
ان الناس مسانده لان هو ده الوقت، مش عايز اقول كده بس هو ده الوقت اللي هو مش قادر فيه زي الاول. كلنا مرينا في حياه طبيعيه يعني. نعم. فللاسف في انديه تانيه كتيره بنلاقي ان اول ما اللعيب يبتدي يعمل كده في انديه تانيه كتيره دي الحقائق اللي هنفكر بيها، بس ما كانتش دي اخر الحقائق، في حياه فيها مفارقه كمان. ده هي بقى الوضع ده بيحصل ليه؟ يعني هو ليه الكابتن رضا عبد العال شايف الامر بالشكل ده؟ برغم ان الكابتن رضا عبد العال المفروض ان هو شاف نهايه اصعب بكتير قوي قوي من النهايات اللي عرضها، وكان الاولى ليه يوجه الرساله دي للاعبي الانديه الاخرى في التفاوض مع انديه اخرى. تعالوا نشوف الكابتن رضا عبد العال نهايته مع نادي الزمالك كان شكلها ايه بلسانه هو. اخر سنه بقى اللي قبليها لا اخر سنه فاحنا انا ما خدتش المكافاه فالمهم كنت قاعد فبيتكلموا فبيقول لك لا الجيل ده لازم يتسرح لان احنا مش هنعرف نلاحق عليه فلوس عشان البطولات اللي هيجيبها. ده ناس من مجلس الاداره. هو ده مبدا ده معقول كده عايزين يدفع فلوس؟ اقسم بالله يا استاذ هاني هذا حصل من ناس في 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 مجلس الاداره واحنا طالعين عشان نعرف المكافاه بتاعتنا هتبقى ايه او ان احنا هناخد قد ايه. فهم بيقول لك الجيل ده لازم يتسرح لان مش هنعرف نلاحق عليهم فلوس لان ده هيخربوا بيوتنا. مبدا غريب جدا بصراحه يعني. انا امشي جيل عندي جيل ذهبي عشان مش قادر ادفع له اسمه ايه ده مكافئات البطولات اللي هيجيبها يعني. ده منطق غريب جدا بصراحه. وتصديقا للكلام يا فنان ان انا مشيت بطلوا جمال عبد الحميد مشوا اشرف قاسم من السعوديه فركشوا فعلا الجيل ده في السنه دي يا فنان. الكابتن رضا عبد العال مش بيتكلم عن نهايته فقط لا غير، لا ده بيتكلم كمان عن نهايه جيل، لكن ده مش موضوعنا احنا، بس لنا تعقيب بسيط نربط بيه الناس كده ان الكابتن رضا عبد العال تم عليه مزايده بشكل غير طبيعي وغير قانوني عشان ما يزعلوش نادي الزمالك ويدفع 625,000 جنيه في الكابتن رضا عبد العال. مواضيع كثيره فارس اعتقد حسمناها، لكن لو احنا بقى حابين نسرد ونشوف النهايات كانت ازاي الاخرى نسرد. هنسرد يا احمد وهنروح للحته دي، بس عايز اقول حاجه مهمه على فكره. انا مع ناس كتيره جدا بتقول لنا دايما ان كابتن رضا بيتعمد الاراء دي عشان يعمل جدل وبتاع، انا معاك، بس بالتالي لو ما تردش وما توضحش زي ما قلنا ذاكره الجمهور مش ارشيفيه، انت لازم تعرض ده، ذاكره اللاعبين ممكن تنسى، عشان كده انت دورك ان انت تبين حاجتين، اولا ان كلامه غلط، ثانيا ان هو بيتعمد النوع ده من التصريحات عشان يعمل اثاره. فارجو الناس ما تاخدش او تعتمد على تصريحات كابتن رضا ان هي مسلم بيها وترجع، وكتير جدا من الصفحات الاهلاويه وانا بقول اهو بوجه عتاب بتقع في فخ ان كابتن رضا يقول تصريح معسول، جملتين حلوين فتتاخد فتخلي الناس تروح يمرر وسطها 50 60 مغالطه، فنضطر نرد ونوضح ان دي مغالطه لان هي انتشرت. هنيجي بقى لتقرير اتعمل في قناه مودرن سبورت.